الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب المواقيت، كتاب الصلاة، باب المواقيت، كتاب الطهارة وإن وصر لماذي وحن هل كان كنقذ قل إن كتاب الصلاة حي لي صلاة وحكه الرئي وطهارة قفك وأن طاهر أهين صلاة ما تكن كريه. نبينا عليه الصلاة والسلام حديث بكسو وكوبسيدة أكله الرئيان صلاة يطهارة وحورني ويسدو أما طهارة ومفتاح الصلاة. أما لو ذكرنا وحورني لا صلاة لمن لا وضوء له، صلاة بما لها قف كان ويسق بن ويسدي معنى هذا طهارة ويان الطهور شطر الإيمان، حديث كاسة المامي أبي مالك الأشعري في صحيح مسلم وغيره. مرك طهارة وان سوارقني ألكم وحن كقو ذقلنا كتاب الصلاة، صلاة كتاب كذي صلاتنا وعملك وجوه الرئي أعماش واجب كي النبي قال وجوه واجب يا لصلوات الله والسلام عليه. أهمية ذن آدم يقبل الله رنت ووحى إنه تسينا يا أعماش كلا أرد النبي عليه الصلاة والسلام يسوى مكان مدينة جو قال وجوه واجب يا لي إلا صلاة ماهي وحلو قاد فوق سبع السماوات مال أنو جبريل قاري كريني أنبياء ذا لقيه النبي صلوات الله والسلام عليه وأه جبريل وحوكوها ري سدرة المنتهى نبي قواسيدا في صلوات الله وسلامه عليه. إلا إلهي سوساري واجبك إساقا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وتقرآنك اللي إن لوقت المامي هبينك إساقا أي حال ذيه نبي عليه الصلاة والسلام يوحي النعيبة وحي نتوسين إسا مركة أهمية إلا ذا هو صلاة وحكالو إن نتوسين إياه وكميد أها إريجي وقدم بي عرب كالنبي كسوب وحوحو أها الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. هاي شيء الذي هي رضي الله تعالى عنها الله أبتيد نبي كجي في صلوات الله والسلام عليه إريجي وقدم بي أفكي سوء وقال الله يوحو أها الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. هذين المهم أهين سيدا وقمع العليين صلوات الله والسلام عليه. صلاة دون وحريرك اللي يأدونك هدو حريرك أقوه قفك وقالوي حيا لإله هبه دادا حرر لله هين إبليس بعد حرر لله يا شيطان. سيدا درت إذا نبي قسوق وكور رمي وحورنا يا العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك الصلاة فقد كفر. أعماشك لما هيو أما ويرتها إنت اللقاء والرمي إن لي راه دقف كاسي ونارته قال يا إلهي قرآنك إنه قشا قام حديثك النبي عليه الصلاة والسلام لكن صلاة مرك اللقاء والرمي ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. الله وحيوري سبحانه وتعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات محان لقوا أبا المرينة فسوف يلقون غيا وهذه نارد بقلي دونان. مركا صلاة أي أهمية يدو أحلكوا بكرمه قرآن كي يسنة انت بي الله قلت المامي صلاة دي مركا هدي أينو أغانيني واجب تهي وتهي تير كم إذا تيرك إسلام كي يشنتها محان أقوه الرئي صلاة طهارة دي وين سوارقنا هذه وقتك وصوغ لمركة إلهي أمر بينسيه سبحانه وتعالى ووحيتها إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم صلاة هذه حلقة ذي صوغ لسو ويسيست ويسيدي وصو عرقنا هذا صو عرقنا هل كان مركة ووقتك قرمة ويان أبين كل قصه واجبية للنبي عليه الصلاة والسلام صلاة أرورتي مركة لول كان يميد جبريل بها اللقاء صوت بدري سيو أبرى النبي عليه الصلاة والسلام حلقة الصلاة ما هوحو النبي إساق إسكلا يميد حلق صلاة جبريل بقى لقى صوت دبديري مالنتي كوادوح وتجيه وقتك صلاة أي صوت جليس صلاة الصبح وقتك صوت جليس ظهر ظهر بقى لقى باللابي وقتك وجهري عصر وقتك وجهري مغرب عشاء صلاة الصبح
maalintii labaad buu haddana u yimid salaad walba xilliga ugu dambeeyuu ka tujiyey isagoo markaa tusinaya nebiga calayhi salaatu wasalaam duhurkii xilliga ugu dambeeyey casar xilliga ugu dambeeyey maqrib cisha iyo fajar kadibna wuxuu ku yidhi muxamedow nebigu la hadlaya salawaatu llahi wasalaamu caleyh alwaqtu maa bayna hadayn waqtigu waa intaa inta u dhaxaysa weeyaan shalya maanta xilliyadii aan ku kala tujiyey oo nebigu calayhi salaatu wasalaam mid walba uu dhowrayay harka iyo siduu yahay iyo siduu u socdo iyo waxaasoo idilba waxaa kaloo tilmaamaya xadiis abu hurayra radia allahu tacaala canhu ardaa nebiga calayhi salaatu wasalaam nin baa u yimid markaasuu weydiiyey oo uu ku yidhi xilliga salaada waa goorma nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi nala joog maalintii ugu horreeyay nebigu wuxuu ka tujiyey xilliga uu isoo gelaysa salaada maalinta labaadna wuxuu tujiyey xilliga ay baxaysa markaasuu yidhi aawa kii weydiinaya haa alwaqtu maa bayna hadayn sidii loo baray buu u baray ummaddiisa marka nebigu calayhi salaatu wasalaam ahaadiista marka baabulmawaaqiit waa miiqaadkii weeyaan walidaalika culimmada qaar ka mid ah miqaadka ayay ka bilaabaan sheekhu saasuu uga bilaabayaa raxmat ullahi tacaala calayh imaamu maalik oo kale fii muwaaihi kibaabulmawaaqiit kaasuu ka bilaabaa mawaaqiid waa jamcu miqaat weeyaan ilaahay baana qur-aanka ku sheegay ina asalaata kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquuta waa waqtiyeysan yahay ilaahay baa dejiyey subxaana wa tacaala xilligeeda lama dhaafin karayo xilligaa isagaa walidaalika fuqahaada shaaficiyada waxay oran jireen ilaahay ma aqbalo subxaana wa tacaala salaad xilligeedii ka hor dhacday oo macnuhu waa maxay salaada fajare soo socotaan hadda sii tukanayaa lagaa yeeli maayo xilligeedaba hadday ka hor dhacday ilaahay ma yeelayo taa waxaa la mid a xilligeedii hadday dhaaftay wax sabab oo sharci aan aynan ku dhaafin ilaahay kaama yeelayo salaada xilli baa ilaahay subxaana wa tacaala u yeelay xilliga iyo waqtigaasaa lagaa rabaa inaad la timaado باب المواقيت وعن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس وتابعي ويه قال وحيري حدثني صاحب هذا الدار قرقا ما أركتها أنك إسكالها بأي والرمي وأشار بيده قعنتي سوحو قصي تلمعي مركو سيدا لها إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال وحيري سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبي اللام ويدي أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل نبي الله baan weydiiyo waxaan ku yidhi nebiga allow camal qof muslima uu sameeyo keeba ilaahay ugu jecel yahay subxaana wa tacaala waa sidaasoo saxaabadu waxay ahaayeen acmaasha wan wanaagsane ilaahay loogu dhowaan karayo subxaana wa tacaala kuwa ku dadaala si ay ilaahay ugu dhowaadaan subxaana wa tacaala maxaa yeele ilaahay baa qur-aankii noogu sheegay wuxuu odhanayay falyatanaafas ilmutanaafisuun kuwa baratamaya ha u baratameen saabiquu ilaa maqfirati min rabbikum wa jannatin carduha كعرض السماء والأرض عرضها السماوات والأرض ما يلا بذنب إلهي كنت المامي سبحانه وتعالى مركا عبد الله سببتو ويدينا يا هذا التراك معها سببتو ويدينا يا وحي كتهي للعمل إنو كو عمل فلو أي العمل أحب إلى الله رسولك يا الله عملك إلهي أجج عليه واكيه قال رسولك عليه الصلاة والسلام مع كثرة الأعمال الإسلام كأولي هاي أعماشة ترضى بذن هذا النبي قم حكا دورتي صلوات الله وسلامه عليه وحي سقه الله يماها وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إلهي بقى وحي يوحى سبحانه وتعالى ومعير النبي صلوات الله وسلامه عليه الصلاة على وقتها وحي إلهي قج عليها عمل قفك وقبت مسلم كا وصلاة حل قذي وقت قذي لقو إلى ليه مركو وعبادة كلو زيادة أويا صلاة وقت قذي لقو إلى ليه وعبادوي قلت وحان إري ثم أي عمل كام حاكو حق الرسول كي الله كاقرتي كاللباد محيو نقونيا qaala wuxuu yidhi nebigu biru lwaalidayn labadii ku dhalay oo aada baari u noqoto weeyaan sabafal aad u samayso qultu waxaan idhi uma ay camalka saddexaadee kaa xigi kara muxuu noqonaya qaala aljihaadu fii sabiilillah waddada ilaahay oo lagu baxo subxaanaha wa tacaala qaala wuxuu yidhi cabdullahi bin mascuud xadaanii bihinna saddexdaashayaan idiin sheegayba waxaa ii waramay rasuulullahi sala allahu calayh wasalam walow istazadtu haddaan anigu sii kordhin lahaana lazaadanii nebigu waa ii kordhin lahaa salawaatu llahi wasalaamu caleyh maxaa ku xiga maxaa ku xiga haddaan ku sii hayn lahaa isna waa isii dhihi lahaa laakiin saddexdaasaan isaga gaabsaday maxalu shaahidka xadiidka loo soo qaatay waxa weeyaan salaada oo waqtigeeda lagu ilaaliyo inuu yahay min afdali alacmaal min afdali alqurubaati ila allahi jala wacala acmaasha ugu wanaagsana ilaahay loogu dhowaadayuu ka mid yahay subxaana wa tacaala wacan caaishata radia allahu tacaala canha waxaa kaloon ka qaadanaynaa xadiidka isaga inay salaadu leedahay xilli iyo waqti oo inaan iska ahayn iska tuko weligaaba waxaan ka hadlaynoo salaadihii waajibka ahaa wacan caaishata radia allahu tacaala canha qaalat waxay tidhi kaana laqad kaana rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam yusalli alfajr see nebiga u tukan jiray xilligee tukan jiray waa kan haddaba
حليه وتكن جري صلاه النبي صلى الله وسلامه عليه. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوها الرسول كالهي يصلي مت كذا الفجر بوتكني فيشهد معه النبي عليه الصلاه والسلام وحلتكني وصو حاضر يا ماشي ايضا نساء هوين من المؤمنات هوينك كم اذا مؤمنات كاها مهاجرين تي انصارت انت بلها مؤمنات وإلهي الرمي سبحانه وتعالى ومسلمات يا إيماني يقوم متلفعات كد دوبا بمروطهن مريهو ذا يقوم دومر كي وذا دوبا يهين يقوم هدنا يقود عرتهاي وأن وحبل أركين ومقد أيتهاي يهدنا مريهو ذي سيدا وقد دوبا يهين. ثم الدبذيذن يرجعن ولا بنيين إلى بيوتهن بيقول لا بنيين ما يعرفهن أحد دومر كان عد قران يسعين اللهين هبلاي عدله كرتامله محاد عيو صوبته محيتها من الغلس من أجل الغلس مقدي قدرتي ويره يترى عائشة رضي الله تعالى عنها. وهلم إذا حديثي كلاي السحابة مركي كهل ليين أي أورانا يين قف كانوا حكوتو كان يقفك ولالك يدين عيسى مونا قرانا ينعيدو يه وروا يقفك دين عيقة تاغن وهبل حايا لفينوس مالي ونال مالي وحوم مالي واسكا قد عرويا قفك مذو قيسا قرانا يسا لكن ما قران كرتيد قف وياه إلا أنا دوري ستيد موياني أم عود كيسا أدم غشو. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال وحيري كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبي قال الله وحواها يصلي الظهر ظهر كميت كذا بالهاجرة حلق قرحض كل الشهي هاجرد ووقتها قرحض يبرتمها عركة وحير نافطي لنعق قلبيتك يا هدي. والعصر نوات كان النبي عليه الصلاة والسلام يضعو والشمس نقية قرحض أي تهيمد نظيفة نظيف محاله لجيدا حل والبو يسير عيسبة افتين كيدي بناوا سي ضعيفة يا مرك معنوه هو محي صلاة عصر وتكان يي قل راح ضعو النظيف وهو كلي الكيدي إيا افتين كيدي وبوحو وانا قبل قابت كي أين انا قارن حل قاسو النبي قد تكان يي صلوات الله وسلامه عليه. والمغرب صلاة مغربنا وتكان يي إذا وجبت مرك يسوق الشبة ومعنوه محي إذا وجبت الشمس هدي قل راح ضعو العذبة حل قبل النبي قلت كني صلوات الله وسلام عليه. والعشاء وبأسق وحل الدراء أحيانا وأحيانا حل نود الدجينة يي أمرك وصوغ لبا أو قر أحد افتين كذي جذود كذي وقول لما ذبا هرا لقيت كني يعول كهدو لما ذو أما حل يد قركود وحد عي إنه إلا يهبين كحل جيسا برتمها لسق النبي عليه الصلاة والسلام حل كله مركا أحياناً وسهر مرني وأحياناً ودب مرني النبي عليه الصلاة والسلام وتاسنا محي هاي سببته وحكينا يوحي هاي إذا رأوهم هدو النبي أرك عليه الصلاة والسلام إذا رأوهم هدو أرك الصحابة دي اجتمعوا إني كلمين ودور يا وحمقان مالدتك ووذنية هاي إنه هو اللي سوذكرنا يا مقالة مدينة اللي وذنية هدو النبي أرك صلوات الله والسلام عليه إني دتك وذي ماذين أو وذنيهين عجل وذنجين يهي عندنا إلا سجما هدي حل جي لجاري سلادو أي صوغ شيء ضد كنا أي وذا نيهين ريم ذي أنا ماشي وذا فنيان يا لسي سجامرك وحل سج يا ماله هدي وإذا رأوهم هدول النبي قارك صلوات الله وسلامه عليه أبطأوا إن ضدك وبير لي وقف والقارب جن عستها قلب وحبي مشغول كاهد حوله ضد بكبع مشتري بيرها ضد بكشقي سنجري ضد بوحي كشقي سنجرين نسمها يوحي الله مدى قف والبوا شقالوي مركا قربا دانكي قريها إني جيان لقربا قربا حابس هو قرية قلبوا وسويان هدو النبي أرك عليه الصلاة والسلام إني يرد دب دعانا وأبطأ بمعنى إني دب دعانا أخر دب أولي جيه هو اللي سلسو جيه ضدك. والصبح صوماها مركا صلاة الصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها النبي قوة تكني صلاة الصبح بغلس مذوب كتكني غلس قوة مذو قويا حل قم مذو قي صوق الشبه فجر الصادق هدود دي الله عبا النبي قوة تكني مسي سقينين مركا صلاة الصبح نفتر كذا وحصوا أروري حل قا إنو النبي قوة تكني صلاة الله والسلام عليه وحكالو صوا أروري النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإسفرار إن أوغ سفي عن وعدادو أدو يدو يعدادو ضد كل كالقران كرو حل قانا واتو كذي اسم الدين دانو أوراني إمام الشافع رحمة الله تعالى عليه ووحو أوراني النبي وحو صلاة قلي جري يدو قدعر أي تهيو مذو أي تهيو فجر صادق كلي انتو نشي أنقف نقف كالقرانين صلاة دانو واديرين يبقل آيادو دوي رقعدي
هدي مركا مركو نسير لما ينا النبي عليه الصلاة والسلام عم أكبر حبة قف والبقف كلوا جرني هاي القراءة دي نريد أنت أتاجي إن لا أجب الركوع يا إن لا أجب السجود يا ما كله رجع دي لبعض وسدي أكله هذا نمركا حلا قال قب حصلا دي النبي عليه الصلاة والسلام أكبر حبة دتك قف والبقف كلوا جرني لكن مركا صلاة الحيران يقف كقرب كأجا ما ذن جرنين هاي اللي مجدي بعيد سيدا سامركا لو جم عنك ريا والهاجرة الهاجرة أويرنا معناه ذو حويان هي شدة الحر كلال كترضى بذن كاسو أه بعد الزوال قرح ذو مركي برتماع عرك أي إنير لنا عقل بيتك كآدويان عن أبي المنهالي وحال قوري سيار بن سلامة باليرا قال وحيري دخلت أنا وأبي أنا قي أباهي بواحان أصو قلني على أبي برزة الأسلمي أبي برزة الأسلمي ننكي لأورنجري يان أصو قلني سحابي قاها فقال له أبي أباهي باوحي كير وتابعين ويان أبي المنهال سيار ابن سلامة سقي أبيه وهذا تابعين ويان أباهي بامرك وحي كير أبي برزة الأسلمي حدثنا نوغشي كيف كان سذاب آها النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة سلا دا واجب كامد أتكذا سأتكني بل نوغورا حلي يضا وحاصو إذل فقال وحكم ذا وحيابه يويري كان يصلي الهجيرة نبي عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر واتكني هجيرة والظهر كيويان واتكني النبي صلوات الله والسلام عليه التي تدعونها تنعد إذن كوي يرتان وي هجيرة لقد عربي قال بضب وقلها الأولى صلاة كوات ومحلو يري الأولى لأن صلاة الظهر وأول صلاة نبي أتكذي عليه الصلاة والسلام هبين كي الملل ديلمي النبي سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ها سماوات كما ككر نقضيها فجر كيم بصول الله بتيها نبي عليه الصلاة والسلام جبريل ما لقصه وضب الدري برقضيها صلاة دي أقوهري أتجيب الظهر بها هيد مرك الأولى ساسا اللوير صلاة دي أقوهري سي النبي أتكذي صلوات الله وسلامه عليه وعي صلاة الظهر صلاة ده واجبك وهكذا الله يرى هذا النبي عليه الصلاة والسلام أول صلاة وهذا ما شيء أجي سنة قبل ذا مسجد الحرام أجي سنة صلاة الظهر بها هيد صلوات الله وسلامه عليه الأولى صلاة الكوات مركا التي تسمونها وي تنادي ذنك ويا ريسان الأولى حين تدحض الشمس مركا يقول رحضو يرجن جرسته يرى لنع قلبيتك عادو ويصلي العصر صلاة عصر واتكني ثم يرجع أحدنا صلاة عصر واتكني والنبي عليه الصلاة والسلام مركو تكذو أي صلاة أكبحو يرجع ثم يرجع وأولا بني أحدنا قفكين إلى رحله ريركيس أولا بني كاسو كيا في أقصى المدينة مقال هذا مدينة ما شأوش الشيسة يتقي يضعو والشمس حية قرحضو أي نوشة يولي ونوشة وحلو لجي ذا افتين كاذي يكولال كاذي يوحرن بأي نوليهن مذب كاذي كل أي نوليهن ونسيتو أن هل ما ميبو يراب المنهال ما قال وحو كير في المغربي وكان يستحب وحو جعلي سنة النبي عليه الصلاة والسلام وجعله أن يؤخر أن يدم بيت سيو وحوغا ديبو لغو من العشاء صلاة عشاء حوغا أن يدبو يرى لغو محايا لي إن أيضاتك إسوه ذي ماذا أما عشاء سيدي سبا صلاة هكا له وطان سوى رقنا عمل لقب تقفك وقب توحا وانا يقبضان صلاة ووقتك يظهر لغتو كذو لكن إلا عشاء موية وعشاء إساقو كلما يرد هوا وكفضل بذنية دين جماعه كسيغين او جماعه اي ودا دنبيسين اي صلاه ان قدا لغتو كذا وناغسن ان قدا لغتو كذا وناغسن حي النبي عليه الصلاه والسلام مالين مالمها كميده ايغو صلاه دي عشاء ديب او دحيان اسغو داهي و خوكو يرداهي قلو او سو مصلحي ريره انت يرا دغالمين اما حدا وخص دافسدين يو النبي اادي صلوات الله والسلام عليه مقالده مدينه وي كير رب حسناين حدو سو لابتي خيل دنبين اهيد النبي عليه الصلاه والسلام و خي ييميد iyadoo dadkii ay qarkoodna yara lulmoodeen qarna intay sugi kari waayeen intay iska tukadeen iska baxeen oo gurigoodi aadeen nabigu wuxuu oranayay salaatullaahi wasalaamu calayhi lawla an ashqa ala ummati hadaan aan dhibaynin ama ay dhibayna ku ahayn ummadayda salaada cishaa xilligan ka dhigi lahaa oo ah thuluth habeenkii marka u tago 12kii saacadood ee habeenka saddex u qaybi waa intee afar saacadood wi yaani saaca 10 ama 12ka habeenimo أما أفر سعابين نموقف بس يدو أقران أيو حل قاسب أنتو كان لهابو النبي عليه الصلاة والسلام مركا صلاة عشاء النبي وحيو جعلا صلوات الله وسلامه عليه إنو ديبو نقو التي تدعونها تاسود أقويا ريسان من العتمة العتمة تاد أقويا ريسان عتمة ذا عدل أهدان
وكان يكره النوم قبلها والسمر بعدها. حديثك لجابر بعد سنين تاكو دري. وكان يكره النبي وحو أها مدنعة النوم قبلها صلاة عشهر تيد إن لسيحضه صلاة عشهر تيد إن لسيحضه النبي هو نعي صلوات الله وسلامه عليه ما هو ناكسنا سيدو كلا وحو نعي جري النبي صلوات الله وسلامه عليه. والحديث بعدها لفظك كلانا وحو هذا إنه تلمامي لجابر بن عبد الله سيكون وصحيح وبخاري غير كيسة والسمر بعدها إلا قفك إسكسو جيدو سمر كوحا ويان قفك إنو شاكايو إسكقر ما لا يعني صلاة عشاء دبديت. إمام البخاري رحمة الله تعالى عليه وحو أبا بين يبابك كي حديثك إساقا إنو قفكو ضرورة هدي أي جرت أوسو جيدي كريو مثلا مرتبة أوتيميت أما قفكي وحا أويميت علمي بكسو جيدا أو كلاي وحي اللامتا أما أموره مسلمين تكسو جيدا وابنانتها مركا لكن وح ما لا يعني أما ضيوف بأوتيميت مرتئة وابنانتها لكن وح إسكام ما لا يعني إنو يسكسو جيدا ما بنانا حيال النبي قوى نعي صلوات الله وسلامه عليه عشاء هرتين إلا سيحضه قداشي إلا سوجي ذانا ونعي النبي صلوات الله وسلامه عليه وحوان أكسن ما حيال قفكو وحوان أكسن إنه حل هره إسكا سيحضه حيال مركو حل هره سيحضه فرصد وحوه ليا صلاة الليل كيسي فرصد وحوه ليا صلاة دي صبح فرصد وحوه ليا إنه أرورتي وحقبسن كريو وحياب بدن بو فرصد وحوه ليا تاسان أوناك بدن حين نهجرنا أنك دمير لي ضد الحرمة وين وقت هرسي ساحته شغاله ضدك أرورتك الله مركا. والحديث بعدها وكان ينتفل من صلاة الغداة حين يعرف وكان ينتفل النبي وتكني صلوات الله وسلامه عليه من صلاة الغداة صلاة الغداة بمعنى صلاة الفجر بالولجدة حين يعرف الرجل مركو قفكو أقنص ذا جليسه كلفه ليه انتو في ريو وحوقا قرته أيو النبي عليه الصلاة والسلام معناها أما صلاة الصبح وكب حييوي وكان ينتفل وكب حيي من صلاة الغداة صلاة الصبح وكب حيي حين يعرف مركو أقون سداء الرجل قفك جليسه كاللفنية معناها وامحي صلاة وحو قال يدو قفك قفك اللفنية وسنقرنين عد كيسا إناد مغاشي إناد ويدي سمو ياني أذن قرن كرينين لكن محو صلاة كب حيي يدو قفك قفك اللفنية وقرنيو. وكان يقرأ فيها صلاة الصبح وحوك أخرين جري النبي بالستين إلى المائة لحظا إلا يبقل أنت ولا حيسا عيضوت أي النبي أخرني كما سوق لحظا عيضوت تكلان لحظا عيضوت رك عذا الله بعد ميقة بقول يلا باتن بقول يلا باتن عيضوت ميقة الله أخرين كريا بقول يطبن عيضوت وسي ترتيب الله أخرين أيو انت حتى حتى هذا لحظه كايدود نسكت ما قين نقنيسا ركوع دي وي انت ان لا اغنوا سجودي انت ان لا اغنوا انت ودخيس ما قي قادنيسا marka salaadi subaxilla ana waxad garanaysa meesha waqtigoodu inuu ka baraka badna waqtigeena anagu inta fursad kuma siinayso salaada subax markay soo gashaba hadii aad tiraado waan tukanaya كنتن عيضات هداد أخرى سواقي سفي عمو الدلعي هل قلنا يدو بقولي الله باتن عيضات وأخرية النبي عليه الصلاة والسلام وقد قرن إيسان خشوع صلاة يتدبر كيوحي الله ميت يو صلاة مركو كبح وقفك وقفك لفر يقرن يكلي مركا يعرف الرجل جليسة قفك وحو قرن يقفك ولفر يو وكان يقرأ وحو أخرين يي بالستين إلى المئة يقرأ فيها قديد وحو أخرين بالستين إلى المئة. وعن علي وحل قوري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق النبي عليه الصلاة والسلام وحو يري ما لنتي خندق غزوة خندق ويانوت قرن نيسان قد كل قوري جي مقال ذي مدينة ما بين الحرة الشرقية إلى الحرة الغربية سيدا اللقوري جي النبي وحو يري صلوات الله وسلامه عليه ملأ الله قبورهم قال ذي وهبارية ملأ الله إلهيها كبوحي قبورهم قبر يضو ضئي وبيوتهم قريوه ذبا نارا نار الله كبوحيه كما شغلونا سيدي النوضه وليين عن صلاة الوسطى صلاة دي اللحة صلاة هي حتى غابت الشمس إلا يقول رحضوا بالعضيبة وقبل كل عي ومعنهم وحوي صلاة دي مغربة سوق الشيء مية صلاة دي مغرب مين سوق لين جمعا بين الروايتين حديث سوار ورتي يضل لجمعين أيه وحا قاركود أي تلماميان حتى غربت الشمس إلا يسكتي وقل رحضوا إنه العضبة لكن لفظي قنوحوا اللي هي حتى غابت إلا أي قرصون طيبة
الشمس قرحدي مع أنها لولج إذا وحيت حل والنبي تكنجر يا حل ما أنت وتكنيه كأنما قرحدي إنه عظيمة هو حل آد وضم بيويان طلبات قرحدي وحاب كرد النابة إنه عظيمة وحير وصلاة يجو كجري بن عظيمة قبل كبر عيبة مركا وحكى له الله قادنا يا حديث كان يسقى صلاة الوسطى هذا قرآن كان لقوش جاي إن أيتها صلاة العصر وصحابة يبا قبوا علي بن أبي طالب حديث كي سنبات المامية حديث كي عائشة المامية وغير ذلك ماشا وحا كوبا حي أقواش اترضى بدن علماء ذا قاركود إي رهدان صلاة الوسطى وحيا بك لا يكوت المامان قول صلاة الظهر لا يسا قول صلاة الصبح لا يسا قول صلاة الجمعة لا يسا قول صلاة عيد كوت المامي وحاصو إذا الوحد دليل لما هاي الحديث كفي الصحيحين باب النوية البخاري ومسلم والنبي يقول لي صلاة الله وسلامه عليه ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا إلهي قبر يضو ديو قريوه ذبه كبو حيان ناره كما شغلونا سيدينا وهوليا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس إلا قرحضوا أي نعذيبا أما أي سكتيبا إن نعذبا وفي لفظ لمسلم وحواها شغلونا عن صلاة الوسطى وحين نغهوليا صلاة النحيه صلاة العصر ناهيد ثم صلىها النبي قواته كذي بين المغرب والعشاء وحلي قرحضوا انتي نعذي صلاة حلي قد يدو قرحضوا قبل كسير عيو قلي لكن وحي قارتي وقت مغرب كي أقذها أي قارتي لكن روايته وحي تلمامي ساء الله فهمي كريا إن أي حلي مغرب كي وصو قلي عشي هنا أن لقارين انت قد حيساء معنو عوي حلقان وقالي صلاة دي قرحضو يسير دعيسي ويسير ديراتي إلا إيقارتي حلق مغرب كي عشاء ودعيسي كدب من صلاة دي مغرب وتكذي نبي صلوات الله وسلامه عليه. وله عن عبد الله بن مسعود قال وحير عبد الله بن مسعود حبس المشركون قلوين كي مشركين تأهابا حبسي رسول الله صلى الله عليه وسلم بي حبسين عن صلاة العصر بي كحبسين حبس كي وحلو لجي دوا هوشيون دقال كي النبي كجري عليه الصلاة والسلام يجيب هرتاجنا أنت هذانا ويمشغولي النبي صلى الله وسلامه عليه حتى احمرت الشمس وات المرك إلا قل رحدو أي جدودتي جدود محل ولا جيدة قبل كدعية افتين ما له معني مرة قاركود حلية قاركود يو جو قاركي وحيوة كاتر نبيل دبا سوما قل رحد مرك يصير دعيس وتيوي واحد الشيء معناه كلال ما له وحوم ما له وسيدة ضيع وكل بنان كيال يفتينو كيوم بيدرتها يوم بس أضيح مركا وحير حتى احمرت الشمس وقرحضوا إلا أي قدودتي أو اسفرت أما أي بوربور بالنقطيبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مركاسو النبي وحير شغلونا وينقهوا ليا عن صلاة الوسطى صلاة العصر أهيد ملأ الله إلهي هبوحي أجوافهم اللابتوضة إيا وقبورهم قبريضو ضبا النارا بألها كبوحي أو قال أما وحير وحش الله حشك إلهي هكبو ححشويا إنه وين لنا سوما إريقة في سوماليقة ولا حشا مي والوحبة ذي كما قال أوكي بركي ويان صح ويان أما واتمرتي بقى تمرتنا ولا حشا سوما ها خلاص مرك وها ويان مرك حش الله إلى كوفرتنا لحشا جوانك كواوين محل قدرة وقال له حشا يا معنا طيب حش الله إلهي الله بتوضها كبو حي واسكميدو يعني حش الله إلهي هكبو حي أو جوافهم الله بتوضا وقبورهم جوف كوحا ليرادا شيء علوشي سالة لها جوف باليرادا معناه هو محيوة انت نحوي علوشي إنه أن ويدلوشا ويدلوشا حش الله إلهيها كبوحي أجوافهم وقبورهم نارا نار الله كبوحي وعن عبد الله بن عباس وحل قوري رضي الله تعالى عنهما قال وحيره اعتمى النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال لواتو كذي صلوات الله وسلامه عليه بالعشاء فخرج عمر باصوبحي اعتمى الدب قولي قوي النبي عليه الصلاة والسلام حوغا وداهي العشاء فخرج عمر باصوبحي
النبي عاد وما هين سدن حلو قلت كان جرى ولا ضافي. ولذلك أي علماء واحد له المذهب الشافعية والحنابلة لبضبة ما بنانا إمامك أو جوجا قفك لإنه تجيه وإن لسجى وحي أهاتب وإن لسجى ويان سعبد ويت كان كريين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. لكن هذانا قفت صلاة ونقاقي ملا قف استاجي ملا ولا وذا سجيا نبي قديب هدوء لقى نبي قن عليه الصلاة والسلام دتك كل بماهين هول بكم مشغول صلاة مسلمين تو إلى هايان هوش يوم هلأ قصر دقائق لاية. قال وحيري مرك فقال عمر باوحيري فخرج عمر باصوبه فقال وحيري الصلاة يا رسول الله رسولك الله صلاتي رقد النساء هواينك صلاة عشاء الدنيا يعني تكذان وهردين والو الميسيين والصبيان عروتين وابقام أنبا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم باصوبه ورأسه يقطر يود مدحيس وكتفقيه ماء بيه ويقول النبي وحيري واكن مرك لولا أن أشق على أمتي هدانا أمضي ذا ليفين أما ينبكو أهين أو على الناس أما ضدكبا لا أمرتهم بالصلاة صلاة وفر لها هذه تنع صلاة وتنع وحن فر لها هذه الساعة ساعة وتنع حلقاً إنا تكتان بأن إذن فر لها صلاة إنا حلقاً تكتان أيان إذن فر لها والنبي قيري مركا ماشا أنا وحلقة قادنا يا صلاة عشاء إن دي بلودغو إن أيكو ونأكسنتهي ومحايل النبي عليه الصلاة والسلام سداسو أمري. وعن عائشة وعلى قولي رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال وحيري إذا أقيمت الصلاة صلاة هذه لا أقيمه وحضر العشاء صلاة عشاء أنا أيتماده فابدأوا بالعشاء أو حضر العشاء له عشيه الراشنك العنيين ويماده فابدأوا باللابة بالعشاء الراشنك كو باللابة. حديث عن عبد الله بن عمر نووي ووري وكم وعن ابن عمر نحوه وصلاة وحل قدي تاقن يهي الله أقيمي راشنكين الله صوريقي أصل كويحو أها حلقة راشنك اللعونو وأفركم ويان مركا هدي راشنك الله صوريقو أما راشنك أذيقو أفكو كوهاية صلاة الله أقيمو هورتا لما يسكن همون تاكا قوضو راشنك نساق عن كبعدي صلاة دقل كبعدي صلاة دقل أو صوابتو محيطهاي ما جعل الله لرجل محيط آيدي قلبيني في جوفي إلهي ميال سبحانه وتعالى كورنا دي دوتك اسكو مد ماها قفبا نيدي سي وحكو تاغن ها هي سموسك والله قاعدة ميسانة يا مركا وحال اللي يا مركا ورسكعو والتخفيف من الله جل وعلا ووحينا تسيني سا يسرق شريعة إسلامكو سيدة أفضد إلهي بحقي سي كتنازل وحيري الضون كيقية هرتبل سودر قوائيه كدي بانيق حقي قو إمو مركا حقي مركا أو إمو ومعنوا ما هي مركا صلاة دي وإمو وإلهي قابل سبحانه وتعالى تاسا مركا إنه قن هيسا مركا النبي وحير عليه الصلاة والسلام هدي صلاة دي لا أقيمو راشين كين الله صور ديقو راشين كقبل لابا عبد الله بن عمر مركا وصحابي ورينا يا حديث كنا وحول لها قصة وحول لها هيد يسوى أفورة يا أدبو أصوان بدنا يسوى أفورة يا هدي مؤذن كي وأقيمو كرجيسو كم قليا هذو أقيمه وما كعينين راشين كيسو وذن أي مركو لما يستو آذي وحوك جارو لا تكني أنت كلا نجذال بك تكني نب ملا حمرك ولمسلم وحل جوري عن عائشة ورنا يا رضي الله تعالى عنها كورنا يا قالت إني ترى سمعت وان مقل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إسوع رهيا لا صلاة سيدوك لو حيابها صلاة الله قبا قنكر حلق الله أقيمه وحاكم إذا لا صلاة صلاة ما بجرتب اللي تكنكر بحضرة طعام يدو الرشين للصور لغي وكو ولا هو يدو قفك يدافعه أي وعلعلين أيو الأخبثاني لبذي حما دفاع محال لها ووحى العليوي اسك الدفاع سمد هنا معناها وحى الولجي إذا قفك إسوغو نفتيسي أي نبيسو لكن إسكا ليه وقت جيبان لجوغاي أوك هذي صلاة مركا تكتاد هلو إذا صوب فاروقين دونتا معناه قف قاسم حكو تكن كرا إساقونا ولبا هادي أي آد وهيسو هادي آد وهيسو صلاة ديسو صلاة ما وإمام كمور نقول ديري فاتحة دا موبوبسي وموقل والله أخري والركوع دا محيو ديري ودعا ديرا إمامك قفكو ومركا وعنب سنيا ساها يالي بح حاجد هذا سو قدو سو فاروق سو ويسيسو واحد كسو قارت لتكو وحي كنا فانا نبمله ولقو عذر داري عند الله
قاجاك وهيس السودرك كدبنا إما ولتك إمامك وحياتك سوغارت يدنا مركا لبضو وحي كم يديهين من تيسير الله عز وجل تيسير كالشريعة إسلامك يدينت إلهي سبحانه وتعالى. وعن عبد الله بن عباس وحلق ورنا يا رضي الله تعالى عنهما قال وحيري شهد عندي رجال مرضيون. عبد الله بن عباس وحيري وحا أكتا إذا إيقا مرخاتك عي رق أن رالك هاي مرخاتك وضا آد إهرال لوغا هايقا وأرضاهم عندي إنتو ضبا ومركان إسكو وضا دري ننك وستي وحوها عمر بن خطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي إني كل قوذ وحي إيشاق النبي قويري أن النبي صلى الله عليه وسلم أنها إنو ديدي عن الصلاة إلا تكذا صلاة بودي ذي النبي قل نوعي أهاتب بعد الصبح حتى تطلع الشمس إلا قل رحض صباح ذو وبعد العصر النوى النبي قوى ديدي عليه الصلاة والسلام حتى تغرب إلا قل رحض إلا عضو ألقى المركب وحن كذا قال إن أوقات باجرت صلاة إلا تكذا إنا برنانين صلاة محيت هاي ما صلاة ورنبام سوى صلاة نوع قونئة محايا لي أدلة مركة أينو أرورينو يينو أغان كرينا نصوص تلا أروريو أحاديث النبي قال أروريو قصوين كي دعي وحي دعي واقع النبي عليه الصلاة والسلام وامدكو هذا حديث كان وحي النوت المامي يا حديث أبي سعيد الخدري يا حديث بدن ويان إن حلية ذا قاركود النبي ديدي صلوات الله والسلام عليه ولي بالرواية ذا تفصيل كاوحي تلماميان هدي حل فصلية اللي يراه ذا كل قودة واشن ويان لكن شن تودو وسدح ويه حلي وبعد صلاة الفجر وبعد قبل صلاة الظهر وبعد صلاة العصر سدح ذا وقتي ويان بعد صلاة الصبح والديدي حتى تطلع الشمس بعد الطلوع نوال الديدي حتى قدر الرمح كقارت الكام يقاك وهيستا لبا هيستا قبل صلاة الظهر والديدي وحير كور سدح ويان بعد صلاة العصر والديدي إن لتكذوه وقتك قرحضو أي سيد عيسان والديدي قبل قرحضو سيد عيسان لأنها تطلع بين تغرب بين قرني الشيطان تطلع وتغرب بين قرني الشيطان نبي قايري شان تمرك تفصيل كاسيدا سويان هدي سدح لقدقو وحي نقوني بعد صلاة الصبح والديدي صلاة الصبح قداش هذا إلا قدر الرمح قرحض الله سعكاته قبل الظهر والديدي بعد العصر إلا قرحضو أي دعضان والديدي حيل إلا مغرب كالقارو تاسوا وقت ويان وحن أرك أن حديث قار كذا صحيحة النبي عليه الصلاة والسلام مالين مال مها كم إذا نبى صلاة الصبح وكبحي أدو كبحي نندتك يلتو كذا كم إذا أنتو استاجي حق جوني واستاجي وماشى على برق عدود كتو كذي النبي قاوي يركالك عليه الصلاة تاني معني يا قيس قيس بلدي هجري ورم الله بصلاة دود بتكتو الصبح ما يبوي الرسول كالله وها وان إمد وحن كسو قاري صلاة الصبح عدود كنيه واكو صلاة دي صبح بان كلتو كذي مركان كلتو كذينا صلاة دي صبح لبدي رقعدو دي كور ريما ان انتو كنين مركاس انتو كذي نبي قوحي يريها الدبر نب مالها واي ماشا مركا وحلقا قاتي ان اي بنان تهي صلاة دها قاركود ان حلقا لتو كنكرو وحجرتي واقي النبي عليه الصلاة والسلام ان صلاة الظهر دبادات سنة دي اتو كنجري لغا مشغولية مرتي اتو مدبا مشغولسي مونا نهلين وقتي إلا صلاة عصر لتقاري صلاة عصر بوتو كذي صلاة عصر كدبو هدن النبي قدتو كذي حديث عبد الله بن الزبير يغير كي سبب ما يشاء مركا وحلقا قرانا ياه إنو النبي قدتو كذي عليه السلام بعد العصر لكن صلاة هاسي وحي أهيد صلاة إسكتو كذي النبي عليه السلام يسا وحي أهيد صلاة سبب لبي أهيد ما يا صلاة هاسي وحي أهيد صلاة سبب لبي إسكمتو كنين sida darteeda culimadu waxay leeyihiin haday salaadu leedahay sabab dib ma la wala tukan kara hadayna sabab lahayn laakiin lama tukan karo salaada sababta la maxkamida marka waha kamida qofkii masajidku soo galay bacda salaat al-asr nabi wuxuu cali salaatu wasalam ida dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn wa tanu samarni qofkiin haduu masajidka soo galayo iska fadhiisanin illa u tukada laba rak'adood wa waajib weeyaan وحق المسجد كوكو ليه مركا وقتي جينا وحال مريا بعد صلاة العصر إذا واتو كنيسة هاي ليس سبب باجرت ماشي وياهي وهل قاري بعد صلاة العصر مسيادة إسكت جوكتي عادنا وحاكوا هاي مركي ويسيدة كاجبتو إنا سو ويسيستو قداش إذا أتو كتلا برق عضد واتسو ويسيستي مركز سو ويسيستي لابد الرقعدود بادو استاكتي ما صواب بي لا دهمي سمالا
سبب بين لذا ولا جو أقول يا يضنا ما يدبر لي إنه كان يروح على يرميت كان ميسي يقول لي كرى وين هذا كنت كتام بعد العصر وي أما بعد الفجر ظهر مجاري كريو بعد الفجر بينه مر إنه هذا الله كاني ودور سومي يا أنت وين لقيت كذا هرا لقى قاضه سبب مي لذا هم يسمى لها وين لذا ولا لقيت كان كرا وحي السبب لمركه وابنية وجائز ويان محل الذي دنيا مساعد كان يسكر دحفرنيا صنع نسجك عياهد أما جورج يجان جوجا صنع نوك عيا واسكت كان يا بعد الفجر قل راح دمسوا بيحين ولي ولا كذا واسكت كان يا ما يا ما بنانا وقبل الظهر صنع اسكت كان يا ما يا ما بنانا وصلاة عصر كذي بصنع اسكت كان يا ما يا ما بنانا صنع مطلقة وأنا وحبك واحد اثنين وأن سبب الله هين لقومه أقولا هذي سبب لا ذا لكن ولا جو أقولي مرك حديثك وحنوت المام يا حلي هذا قاركود إن إجران صلاة أن لا تكن كرين نوم بنانين واي صلاة فرض أو وقت جاس هذي النقطة ويدو فرض وواجب بريمة له صلاة مسادك ولا قلت كذا بعد العصر بان إيمت أما صلاة الصبح ولا قبل حي بان إيمت واجب بقى هايسته تايد سويدين ما بلها بقى وحل لقاها اللي صلاة الصنة ضي هيد وعن أبي سعيد الخدري وحل لقوري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحير لا صلاة رسول قوعير صلوات الله وسلامه عليه الصلاة مجرت بعد الصبح حتى ترتفع الشمس إلا قرحه أي كرنقته ولا صلاة بعد العصر عصر كقداشين صلاة مجرت حتى تغيب الشمس إلا قرحه أي قرصنته مرك ماشى أيضا وتفصيل كأنه صوش يقني أي كجرة قال المصنف رحمه الله مصنف هو إمام أبي قدا حويا إمام المقدسي رحمة الله تعالى عليه حافظ عبد الغني المقدسي قال المصنف رحمه الله وحير وفي الباب عن علي بن أبي طالب أكجرة أحاديثه وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر بن عاص وأبو هريرة وسمرة بن جندب وسلمة بن أكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن عفراء وكعب بن مرة وأبي أمامة الباهلي وعمر ابن عبسة السلمي وعائشة والصنابحي ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وسدح يطبن صحابة يلا بدي هر وشن يطبن انت أولي وكسي بذين وحاديثة آيات المامية تحديد كصلاة حل يدا قاركوت أن لا أقولين وقت يدا أن لا أقولين نوت المامية وعن جابر وحل قوري بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جاء يوم الخندق ومالنتي خندق هيد لا بحديث ورنا وصارقنا كنا وقصة كلوي مالنتي خندق هيد النبي عليه الصلاة والسلام قد كقضي كفارتنا لنا عكلا إكت تاجن يهين ليس هر تاجن يهي قال ذي إسلام كي أي النبي عليه الصلاة والسلام وحوي مد عمر الخطاب قال جدرنا واجرتي وقت قال نبات بضم باجرتي ووقت قال لقح يدي علاش يكون حرني ينسحب هذا سحب هذا قاركو جابر بن عبد الله ويري رجو هل لقح بقى وحرناه النبي كان أركي والله بد لقح على وش أقول حرنت قاعد درت هذا صلوات الله وسلامه عليه هذا نصاص ويتهاي لقيه أي جبين ويان الله كبي كسر هربها النبي قال لوجو يري رسول قال الله كان ويجبين لا أنا هيكال إنه كاله كروين تمرك اللود يبقى النبي قو كله فتبوذ النقني مرك جابر بن عبد الله وحير عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أي النبي أيمد جاء يوم الخندق وأيمد بعدما غربت الشمس النبي قو إيمانه يا صلوات الله وسلامه عليه مرك قرحة ونعذي كذب فجعل وحو قذقل عمر يصب إنو عايا يا كفار قريش ورقي طلي قرابة أهين المأذر رذي بعدين عكرتها وحو عينه لكن المأذر نمو مال الدين قف وإما إنو أذن أذيرك هذا وإما إنو الدين هذا لكن فق طلقي كما جنة تقايو وحجر ما وكت جنة تقايزا ونار باقل لقليسا يك ولبا مركا عمر الخطاب فجعل وحو قذقل يصب كفار قريش انه عايه وقال وحو نير يا رسول الله ما كدت مبانا سجن اصلي العصر عصر ان انت كذي حتى كادت الشمس قرحض الا اي سكتي تغرب اني دعده مع انه وامح الا قرحض ضعيفه مركاس انت كذيبه نبي مركم وحير صلوات الله وسلامه عليه والله ما صليتها الناس ذوكله والله ما انت كان الا حلقا مويه كل ولا قسمي هي مركه قرحضو سيد عيسى أيا لتكنيا فصا مركا ماشا واحد لقى قادنيا هدي قفك الضرورة أي سيسو أرنتا مثلا وابسو حيب قفك صلاة عصر يسوغو أتاقن
والربع إنه تكذا محل لقي صلاة كه الرسيب والصحي أما نختار بو قالوا وابل السحي وقلنيني وحبال لقو سميني وحسومي يرسدي يوضو شان دقيقة أما طبان دقيقة يكلمان تاي عصرك حل لقى صلاة دي ستكنيها قبرني طاهر باي نقطي آد باي دمر كأنه تنقول لي تان طاهر باي نقطي بعد صلاة العصر وإسكسو قيا إلا قبل كله هلو بان مغرب تكن دونا ميا طاهر من نقطي مو هبتا ها وهبتا سوما ها صلاة دي عصر كجارسي طبان كان دقيقة قدام بيه ويلكي يرا صلاة دي عصر دابدات قان قاربو النقضي وينو تكذا حلقة واجب يكوت هدونا تكنين يوحي الله المال دتك أهل العذار بالها عذر دارك دتك الله هاوي دتك حلقة صلاة دي تكنية مركا نبيقو عليه الصلاة والسلام وحي يرى أنقو ما أنا تكنين إلا إيسكتابي قل رحضو إني العذابة قال وحي يرى دابداتنا فقمنا وانو استاقنا إلى بطحانا بنان كيبانو استاقنا مير بنانو يهيد فتوضأ ويسيستي للصلاة النبي عليه الصلاة والسلام وتوضأنا أننا ويسيسنا لها صلاة عصر فصلى العصر أبو النبي قلت كذي بعدما غربت الشمس كبحي صلاة دينا مركي قل رحضوا لعضي دبضيت ثم صلى بعدها هذي لعضي دبضيت محل السوقية هدنا مغرب كون بالوقع يسلق قوش يوم بالقلت كذي هدنا بعدها المغرب مغرب قداشي اللي قلت كذي والله سبحانه وتعالى أعلم. تحية المسجد كها إمام النووي وحوله رحمة الله تعالى عليه هدي أدم المساجد كسوق شيد إسلامر كانا أي كل مية هاي آذان كي وحير وحونا أحسن نبي وحو جديد إن لفريست إسكير تاجنو إسكير سوق وحير تاجنو دقيقة دي لابد دقيقة سدح دقيقة يحبا كلمة حفري سن بنان كنا هاي آذان المساجد كده حديث كتاجنو مركل لا أدي ما كديب تكو وحانا كسيغا يهدا تراذوة تكنا يا إن مؤذنك وحو لهي الله له اللوع لي إسلامر كان إن لدعيسته مجدي